موضوع الرواية هو سجن، والذي دفعني إلى كتابة الرواية هو سؤال كيف وجدنا وعشنا وكبرنا وتنفسنا ومشينا وأكلنا في هذا الجو لم ندري بأن هناك أناس يموتون يحتضرون قربنا أمامنا بعيدا عنا. ولهذا نحن هنا أمام أحد المعتقلات، هو معتقل دربون الشريف الرهيب، وقيدته به فترة. الرواية تتحدث باختصار عن تجربة السجن، ليس من خلال شهادة ذاتية، وإنما من خلال قصة خيالية روائية، يعني من خلال الشهادات التي كتبها كثير من الناس الذين نجوا من جحيم المعتقلات السرية في السبعينات والثمانينات، والتي أثرت فينا كجيل. وهي قصة حب لم تكتمل، لأن الرجل قبل أن يخرج ليلة زفافه من البيت ليذهب إلى السكنة يودعها ويقول لها انتظروا منك قبلة، وهي القبلة التي سترجعها له بعد 26 عاما. وبشكل آخر فإنني في الرواية أتكلم عن الحب والموت. أتأمل العالم الغريب الذي من حولي، تنور الجدران مسود ودعائم السقف الخشبية السوداء وروائح البشر والبهائم الذين مروا من هنا، روائح معاناة لن تنتهي مصغ إليها. وإذا بي أرى على الجدار شيئا يتحرك، اقتربت وقلت هذه فراشة، محاولا تذكر أشكال الفراشات التي رأيت من قبل، محاولا تذكر كل الفراشات التي عرفت في حياتي السابقة. واقتربت أكثر، ليست فراشة ما أرى، نقطة دم سدت على الجدار، دم قديم